تاني يا دكتور انت شايفاه في السن ده بالذات نقدر نقوي بيه المناعه ويطلع بيه بقى يعني نوصل بقى لكل المراحل يعني أوكي. دلوقتي من خلصنا الرضاعة الطبيعي من الاطفال بقى الكبار شويه بالظبط لغايه ما نوصل للمدارس عشان كمان نقوي مناعتهم في نزلات برده نتجنب خالص الترشيح أوكي. والكلام ده طيب هقول طبعا الاكل زي ما قلت it all starts in the GIT ومناعتنا في الجهاز الهضمي فهتكلم عن الاكل الاكل في اكل ما ناكلوش واكل ناكله طيب ايه الاكل اللي ما ناكلوش انا قلت حاجه السكر السكر بجد ده سم ابيض غلط جدا 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 على الاطفال وللاسف ساعات بتبقى الام فعلا حريصه يبدا بقى الجدود هم اللي يدوا للاطفال حلويات والعمام والعمات والخلان والخالات على فكره ده غلط جدا 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 ان احنا ندي للطفل حلويات او حتى ان احنا نعوده ان احنا نحط له سكر في المشروبات او نحط له نديله نعمله في البيت اكلات فيها سكر عسل النحل الحقيقه العسل بقى بتاع النحل مش العسل الاسود من الحاجات فعلا المفيده اللي بتحسن المناعه بس نتحرى انه يبقى عسل نحل طبيعي لانه كتير دلوقتي بقى يتغش بسكر فلو هو فعلا عسل نحل طبيعي ده من الحاجات الكويسه اللي بتحسن المناعه ممكن ندي للاطفال لو هم ما عندهمش ارتجاع كل يوم ليمونه على معلقه عسل نحل بيبقى طعمها لطيف وبتحسن جدا المناعه عسل النحل ممكن نديه للاطفال فوق سن سنه تحت سن سنه ما ينفعش نديه عشان ممكن يعمل لهم حاجه اسمها تسمم البوتيوليزم لكن بلاش العسل الاسود طيب ليه بقى السكر غلط على الاطفال والمياه الغازيه اللي مليانه سكر غلط على الاطفال لانه السكر ده بيخلي بكتيريا ضاره تكبر في الجهاز الهضمي على حساب البكتيريا النافعه بتاعه الجهاز الهضمي فبيعمل خلل في البكتيريا بتاعه الجهاز الهضمي فده فعلا من الحاجات اللي تخلي الطفل يعيا كتير وللاسف نتيجه ان السكر الابيض دلوقتي بتتحط عليه كمان مواد مبيضه غير حتى السكر بتاع زمان فبتعمل كتير للاطفال فطريات في الجهاز الهضمي الفطريات دي طبيعي موجوده عندنا في جهازنا الهضمي بس بنسبه قليله لما بتزيد بتعمل فطريات في الجهاز الهضمي فبتقلل جدا مناعه الطفل من اعراضها ان انت تلاقي الطفل ريحه البراز بتاعته نفاذه جدا وبيطلع غازات ريحتها نفاذه ده معناه ان هو عنده فطريات في الجهاز الهضمي طبعا بتبان في تحليل لو عملنا تحليل براز بتبقى باينه ده سببها الاساسي السكر فمن فضلكم نعود الاطفال ان هم ما نحط لهمش سكر ساعات بعض الامهات مثلا عشان الطفل يشرب اللبن تقوم حاطه له سكر جوه اللبن علشان يشربه ده غلط جدا لو ابنك ما بيشربش اللبن مش لازم لو هو بياخد منتجات البان خلاص لو ممكن هو ممكن تدخلها مع حاجات ثانيه مش لازم تدخلها كشكل مباشر اللبن بالظبط يعني ممكن زبادي اي حاجه ثانيه لا وفي حاجه كمان عايزه ااكد عليها ساعات في اطفال فعلا بتبقى عندهم حساسيه لبن فهم من نفسهم بيمنعوا منتجات الالبان فما تقعدش بقى الام تضغط ان هي تدخلها للطفل لان هي مؤذيه الكالسيوم موجود في حاجات ثانيه غير اللبن موجود في قرع العسل موجود في جوز الهند موجود في اللوز موجود في السمسم الطحينه ممكن هي حتى الام تعمل طحينه بسمسم في البيت مش مكلفه خالص وبيبقى طعمها لطيف موجود في الحمص في الورقيات الخضراء كلها فيها كالسيوم فلو دايما بقول للام لو لقيتي ابنك ما بيحبش اكله معينه بلاش تضغطي عليه فيها اعرفي الاكله دي ايه الفايده اللي فيها وموجوده في ايه تاني اكل الطفل بيحبه ونديه له تمام فياريت نمنع تماما الحلويات عن الاطفال لانها بتقلل المناعه